حملة سقي الماء في مؤسسة نبض الحياة بتتحرك من عزبة لعزبة ومن نجع لنجع ومن قرية لقرية ومن محافظة لمحافظة نوصل للناس مية يشربوها بخط مية رئيسي بوصلات مية فرعية بحفر أبار. إحنا مهمتنا نوصل تبرعاتكم وصدقاتكم للناس اللي محتاجة في صورة وصلة مية. نجع جفال تبع قرية الحتحتة محافظة المنيا يستغيث عاوز يشرب، الناس زائت من كتر الشرب من الترمبات، مية مالحة غير صالحة للشرب، محتاجين مننا طلب بسيط جدا، محتاجين وصلات مية للبيوت. النجع ده معزول، يعتبر معزول عن البلاد كلها، المية بتاعتهم ترمبات، مياه جوفية. كلمة المية دي هي أساس الحياة في البنى، في الأكل، في الشرب، في اللبس، وكل ما تملك هي نقطة المية. فإحنا عايزين نقطة المية دي بالناس اللي شايفانا دي كلها دي، يا رب نقطة المية حتى الواحد لو كان من تحت رجليه هيشكر ربنا، هي نقطة المية هي الأساس. بعد السخان في الجامع مية جوفية ترومبا اللي هي باليد دي ترومبا، فطلع منه بتاع 3 كيلو ملح، يعني ملح وترسبات وكده يعني، وربنا يبارك فيهم ويتلاقى المعده كلها بتاعتهم حصل. السخان باظ من المايه الجوفيه، امال الناس جسمها عامل ازاي؟ الملوحه دي احنا بقى دي بتعمل على الكلى ترسب حصل، الواحد بينزل حصل املاح مش عارف يتهنى بصحته. حضراتكم عارفين وتعودتوا معانا نبض الحياه ما بتشتغلش لوحدها، ايد نبض الحياه دايما مع شركه الميه ومع الجهات الحكوميه المسؤوله. وصلت الميه تكلفتها 3000 جنيه هتوصل لحد البيت. يعني احنا هنا الناس الحمد لله عندها خط ميه ماشي قدام بيوتهم ومش قادرين يشربوا منه. ده احنا بص والله العظيم ما لبس غير الجلابيه دي، حتى الفلنا نفسها احنا تحت الصفر. ربنا كرمنا والحمد لله، فاحنا عايزين نوصل لهم دلوقتي كل واحد. الناس بتقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، ولما شافوا نبض الحياه جاي عليهم قالوا الخير علينا جاي، لان هم واثقين في نبض الحياه ان هي فرحت بيوت كتير. لسه ما وصلنا لهمش، اول ما شافونا داخلين عليهم قالوا وجعلنا من الماء كل شيء حي والخير علينا جاي. ما تكسفهمش دلوقتي واتصل بينا حالا